زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة ان حياة مليانة باختيارات، الاختيارات دي في ايدك انت بس. احنا النهاردة معانا نموذج للتحدي والعلم والمعرفة لطالبة من ذوي البصيرة ناقشت رسالة ماجستير في جامعة مطروح، وكان موضوعها عن تنمية مهارات القراءة والكتابة بطريقة برايل، وده كان اختيارها ان هي ما تستسلمش للتحدي اللي بتتعرض له، لا اختارت ان هي تبقى اقوى وتتحدى التجربة اللي يمكن الحياة حطتها فيها. خلونا نشوف دلوقتي قصة الباحثة اسماء نتعي. خطوات نجاح قطعتها بالعزيمة والإرادة التي أضاءت لها الطريق لتصل إلى هدفها وطموحها وتكون أول فتاة من ذوي البصيرة تناقش رسالة الماجستير بجامعة مطروح. أسماء نتعي محمد سليم، ابنة محافظة مطروح من ذوي الهمم، صاحبة 33 عاماً، والتي أرشدها نور عزيمتها وصلابتها وثقتها بالله في استكمال دراستها، فلم تمنعها إعاقتها البصرية عن التفوق والتميز، وحصلت على ليسانس الآداب قسم تاريخ من جامعة القاهرة، والتحقت بمرحلة الدراسات العليا وحصلت على دبلوم خاص في التربية رياض الأطفال تخصص طفل غير عادي بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة مطروح. قررت اللجنة أن طالبة الماجستير أسماء نتعي محمد سليم تستحق أن تمنح درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم النفسية بتقدير ممتاز، مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي العربية والأجنبية. شكراً لكم، ألف مبروك. عملت أسماء معلمة بفصول النور للمكفوفين، وأرادت تسجيل رسالة الماجستير ليكون موضوعها خاصاً بما مرت به وما يمر به ويعانيه الطلاب. ودائماً ما تؤكد أسماء على الدعم الذي تلقته من أسرتها وأصدقائها ومعلميها خلال حياتها ومراحل تعليمها، والتي كانت داعماً لها لتخطي جميع الصعوبات. وأشادت أسماء كذلك بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن في عام 2018 وتم فيه دمج الطلاب من ذوي الإعاقة بالمدارس من مرحلة رياض الأطفال، وكان سبباً في مشاركتها في إعداد تلك الأطفال من خلال برنامج تعليمي، مناشدة أن يتم تطبيق برنامج دراستها لكي تكون المعلمة قادرة على التعامل مع أطفال ذوي الإعاقة البصرية.